نشرة مفصلة للأخبار والبداية مع العناوين. مادورو يؤكد أمام مئات الآلاف من أنصاره استعداده لانتخابات تشريعية مبكرة، وبولتون يدعو العسكريين في فنزويلا للانضمام إلى غويدو. بوتين يرفق تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الصواريخ بالدعوة إلى تطوير القدرات الصاروخية الروسية. فيما يخص عواصم العدوان، المعركة العسكرية إذا استمرت هذا التصعيد فبلا شك أنها ستكون من ضمن الأهداف القادمة إن شاء الله. صنعاء تتهم التحالف السعودي بتصعيد اعتداءاته على الحديدة تحت أنظار المراقبين الدوليين. منافسات كأس آسيا تبرز حجم الخلاف الخليجي وتفاقم التنافر الشعبي، فيما الأبواب مشرعة أمام إسرائيل. وفي إيران حب للحياة والموسيقى. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده مستعدة لاستئناف الحوار مع روسيا بشأن انتشار السلاح بعد قرارها تعليق معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى. وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة ستضبط انتشار الأسلحة بما يرى أمنها وأمن الحلفاء والشركاء بشكل حقيقي وقابل للتنفيذ بمن فيهم الحلفاء الذين يفون بالتزاماتهم. مواقف بومبيو جاءت بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة الصواريخ ردا على القرار الأمريكي بالانسحاب منها. وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده ستبدأ العمل على تطوير صاروخ صوتي أرضي متوسط المدى، وأضاف أن مبادرة بلاده للحد من التسلح لم تلقى الدعم من الشركاء الذين يبحثون عن وسائل رسمية لتفكيك نظام الأمن العالمي كما قال. وأشار إلى أن روسيا لن تنشر الصواريخ متوسطة المدى والقصيرة في العالم حتى ظهور مثيل لها لدى الجانب الأمريكي. سنقدم استجابة شبيهة بالمرآة. لقد أعلن الشركاء الأمريكيون أنهم يعلقون مشاركتهم في الصفقة ونحن نعلقها كذلك. لقد أعلنوا أنهم سيشاركون في برامج البحث والتطوير وسنفعل الشيء نفسه، لكني أود أن أوجه انتباهكم إلى حقيقة أننا ينبغي ألا نشارك ولن نشارك في سباق تسلح مكلف. بوتين أكد أن روسيا ستنتظر إلى حين استعداد الولايات المتحدة لإجراء حوار متكافئ وجوهري بشأن مسألة نزع السلاح. أود تأكيد ما يلي. أطلب من وزارتي الخارجية والدفاع النظر في المبادئ التوجيهية التالية. كل اقتراحاتنا في هذا المجال ما زالت مطروحة وأبواب المفاوضات مفتوحة. دعونا ننتظر حتى يكون شركاؤنا على استعداد لحوار متساو ومفيد حول هذه القضية، وهو أمر مهم للغاية لنا ولشركائنا وللعالم ككل. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قامت بكل ما يمكن للحفاظ على معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. بيان للوزارة أوضح أن موسكو تحتفظ بحق التصرف بالمثل فيما يخص بتطوير وإنتاج الصواريخ المعنية في المعاهدة بعد تجاهل وإعاقة جميع الجهود لإثبات حسن نية موسكو للإبقاء على هذه المعاهدة. بدورها عارضت بكين الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية إن بلاده تأسف للقرار الأمريكي لما قد يؤدي إلى نتائج سلبية. ودعا موسكو وواشنطن إلى الحوار البناء منعا لنتائج سلبية قد تفرزها هذه التطورات. لم يمضي وقت طويل على اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بالتخطيط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية حتى صدقت الاتهامات وخرج دونالد ترامب من المعاهدة واضعا المسرح العالمي أمام أخطار كارثية. رأيان يتنازعان تفسير الهدف الذي رمت إليه واشنطن من وراء تعليق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى الثنائية مع موسكو. الأول يقول إن إدارة دونالد ترامب اللاهثة وسط أزماتها من العراق إلى كاراكاس تبحث عن نافذة تستعيد عبرها أنفاسها وتعود إلى الإمساك بدفة المسرح العالمي من زاوية التهويل والتوتير ضد موسكو إضافة إلى ترويض أوروبا. الرأي الثاني يرى في الخطوة الأمريكية استعراضا يهدف إلى جر موسكو إلى مفاوضات على معاهدة جديدة،
وربطها بملفات المواجهة على أكثر من صعيد. في مطلق الأحوال، فإن ما أقدم عليه دونالد ترامب والرد بالمثل من قبل موسكو يشيران إلى اقتراب القوتين العظميين أكثر من الخط الأحمر المرسوم للمواجهة الخطرة. عتبة حالت المعاهدة الموقعة عام 87 من القرن الماضي دون اجتيازها، يوم كان بعض التوازن يحكم العالم، إلا أنها مع ترامب صاحب العقل المغامر وغير المتوازن بحسب وصف من عمل معه عن قرب تثير رعب المراقبين، ولا سيما أن الأمن القومي الأمريكي يدار بعقلية جون بولتون المعروف باستراتيجيته الهجومية الشرسة. عندما أوحت تحركات واشنطن باحتمال العدوان العسكري على كاراكاس حليفة موسكو، لم يتأخر الكرملين في رفع البطاقة الحمراء، فكيف إذا ظهرت صواريخ توماهوك الأمريكية المجهزة بمعدات نووية في مواجهة روسيا، والمرجح أن تضغط واشنطن لنشرها في أوروبا؟ سؤال مقلق يعرف عقلاء العالم كلفته الكارثية في حال أخطأت إدارة ترامب للحساب، ولا سيما أن انسحابها من المعاهدة الآنفة الذكر سيتيح لها الانطلاق إلى تطوير أسلحة أشد فتكاً في سياق خيارات محمومة للهيمنة على العالم. وينضم إلينا مدير مكتب الميدين في واشنطن منذر سليمان. منذر، أهلا بك. يعني خرج ترامب من المعاهدة ووضع المسرح العالمي أمام أخطار كارثية، عن أي أخطار هنا نتحدث وكيف تفسر خروج ترامب؟ هل هناك فعلا هدف لجر روسيا إلى معاهدة جديدة؟ يعني هناك أسباب عدة وراء هذا الموقف لترامب. كانت الإدارة السابقة تنتقد روسيا وتحاول أن تعيد النظر في التفاوض على هذه الاتفاقية، وتعتبر أن تطوير موسكو لبعض الصواريخ هو انتهاك لهذه المعاهدة. ولكن ترامب الذي لا يرغب في البقاء في الاتفاقات الدولية، ويعتبر أن معظم الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الإدارات السابقة كانت مجحفة بحق الولايات المتحدة، أو أنها لا تأخذ في الاعتبار قوة الولايات المتحدة وضرورة تفوقها، هو يحاول في هذا الأمر بالتحديد إبعاد الشبهة والتهمة عنه بأنه يتعامل مع روسيا بمرونة، وبالتالي هو يخدم بطريقة غير مباشرة في الداخل الأمريكي في الرد على الأطراف التي تتهمه بأنه يمارس درجة من المرونة مع موسكو، لا بل أن هناك ربما توافقا شخصيا بينه وبين بوتين. إذن هذا من جهة، ولكنه من جهة أخرى هو أيضا يحاول التركيز على ضرورة تفوق أمريكا المطلق، ويجد بأن هناك دول أخرى لديها أسلحة متوسطة المدى و يمكن وضع رؤوس نووية عليها. يعني هناك أكثر من 20 دولة تملك القدرة على ذلك، ولكن بعض الدول تملك فعلا رؤوس نووية على مثل هذه الصواريخ المتوسطة أو القصيرة المدى. لذلك يجد بأنه هناك ضرورة لإعادة النظر في كل الاتفاقية، وضرورة أن يكون هناك اتفاق مع أيضا الأطراف الأخرى. هذا الأمر طبعا من الصعب حصوله بسهولة، وبالتالي يجد نوع من المبرر لهذا الانسحاب، ولكن هذا سيقود إلى سباق تسلح حقيقي على المستوى الدولي، ويجعل المسرح الأوروبي مرة جديدة مسرحا لوضع أسلحة نووية، وهذا ما يعني تخشى منه أوروبا، رغم تعاطف وتأييد موقف الناتو لواشنطن، إلا أنها بنفس الوقت تقلق من أن سيكون هناك تنصيب لهذه الصواريخ في المواقع الأوروبية. يضاف إلى ذلك أن موسكو تعترض على منظومة الدفاع الصاروخي التي تزرعها الولايات المتحدة بالقرب من روسيا، وتعتبر أن هذا أيضا يشكل انتهاكا للمعاهدة، لأن هذه المنظومة لا ضرورة لها، وهي موجهة بالتحديد ضد موسكو وضد قدرتها في مجال الصواريخ المتوسطة أو البعيدة المدى.
نعم، يعني ما موقف الديمقراطيين اليوم من خروج ترامب من المعاهدة، وكيف سينعكس على الداخل بين إدارة ترامب من جهة وبين الديمقراطيين وبيلوسي من جهة أخرى؟ يعني هناك 5 أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي يقدمون الآن مشروع تحت عنوان ضرورة عدم تطوير السلاح النووي، عدم ضرورة نزع السلاح النووي، ويعتقدون أن الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب يساعد على وضع سباق تسلح جديد لا يجوز أن يستمر في ظل مناخ سبق أن هذه المعاهدة ومثل المعاهدات أخرى تتعلق بستارت حول الأسلحة الصواريخ البعيدة المدى يمكن أن تخفف من التوتر والخطر على المستوى العالمي. لذلك هم يطالبون الإدارة بدل الانسحاب أن تسعى جاهدة إلى التفاوض مع روسيا رغم انتقادهم لروسيا. لذلك موقفهم من جهة هم ينتقدون روسيا وتدخل روسيا في الانتخابات وغيرها، ولكنهم أيضا قلقون من أن الإدارة يمكن أن تمحى نحو زيادة الانفاق الدفاعي على حساب المسائل الداخلية وأن تعرض أيضا السلم العالمي للخطر بسبب الانسحاب من هذه المعاهدة وعدم التوصل إلى معاهدة جديدة، أو خاصة أن هذا الموقف سيؤدي إلى تعطيل اتفاقات أخرى. هناك اتفاقيات ستارت يفترض أن يتم تجديدها بعد 2 عامين، فإذا استمر التوتر بين الطرفين الروسي والأمريكي سيكون هناك فعلا وضع خطير جدا بأن كل الاتفاقات النووية ستكون معرضة للخطر. نعم أستاذ منذر، ابقى معنا، سنعود إليك بعد قليل فيما يتعلق بالشأن الفنزويلي. أشكرك حتى هذه اللحظة. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يوافق على دعوة الجمعية التأسيسية في انتخابات نيابية مبكرة خلال هذا العام. مادورو الذي تحدث وسط حشد من أنصاره في العاصمة كاراكاس أكد أن الديمقراطية تقتضي أن يقرر الناس من هم نوابهم عبر الانتخابات لحل الخلاف السياسي مع المعارضة التي أعلن زعيمها خوان غويدو نفسه رئيسا للبلاد قبل أيام. الجمعية التأسيسية تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الحالي، وأنا أوافق على الأمر. يجب إعطاء الشرعية للسلطة التشريعية، ولنذهب باتجاه انتخابات حرة، وليختار الشعب نوابه جدد. ألا توافقون؟ أنا أوافق وأدعم هذا القرار. وكان مئات الآلاف من مؤيدي مادورو قد احتشدوا في تظاهرة بالعاصمة كاراكاس، وتأتي هذه التظاهرة التي نظمت في جادة بوليفار في ذكرى 20 للثورة البوليفارية تزامنا مع ذكرى تنصيب الرئيس الراحل هوغو تشافيز رئيسا للبلاد، حيث شدد المشاركون على دعمهم لمادورو وللحكومة الحالية. في غضون ذلك انطلقت تظاهرة للمعارضة الفنزويلية شرق العاصمة كاراكاس بدعوة من زعيم المعارضة خوان غويدو. التظاهرة التي سارت باتجاه مقر ممثلية الاتحاد الأوروبي رفع خلالها المحتجون علما كبيرا لإسرائيل، فيما أعربت قيادة المعارضة عن شكرها للمساعدة التي تقدمها إسرائيل لها ولدعمها غويدو. زار الرئيس البوليفي إيفو موراليس كاراكاس للقاء نظير الفنزويلي نيكولاس مادورو. موراليس أعلن عن الزيارة عبر تويتر، وأعرب عن دعمه مادورو في مواجهة الانقلاب، وتدخل أمريكا التي تريد نهب ثروة فنزويلا الوطنية في انتهاك واضح للقانون الدولي. أكد موراليس دعم بلاده الحوار لتفادي الصدامات. هذا الموقف جاء بعد رصد تحركات عسكرية أمريكية على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا وفنزويلا، تتهم واشنطن بالاستعداد لاستعمارها، فيما أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي أنه لم يعد يعترف بسلطة مادورو وأنه يؤيد خوان غويدو رئيسا بالوكالة. ورقة ديوسداد كابيلو وجملته: مليونا عنصر من الميليشيا الوطنية جاهزون للقتال وشعبنا لم يشمر عن سواعده بعد. أبلغ رد من رئيس الجمعية الوطنية الدستورية على التحركات العسكرية الأمريكية على حدود بلاده. أكثر من حركة تهويل نفذتها واشنطن في تهديد لا يقرأ إلا مباشرا لكاراكاس، جولة لمجموعة من كبار الضباط الأمريكيين على الحدود الكولومبية الفنزويلية.
ثم زيارة تفقدية لكريغ فالر قائد القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية إلى مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود، بعدها تحشيد رتل من الدبابات والآليات العسكرية الكولومبية إلى تلك المنطقة. الأمر يدرجه مسؤولون فنزويلا في إطار حرب نفسية تدعمها بثقل وسائل التواصل الاجتماعي التي تتواطأ إدارتها مع واشنطن، مثل إلغاء تويتر مئات الحسابات في فنزويلا، قال إنها تنشر معلومات مضللة مدعومة من الحكومة في مساندة صريحة لسياسة الإدارة الأمريكية. وليست زيارة السفير الكولومبي في واشنطن فرانسيسكو سانتوس في غير سياق، فهو تفقد الحدود الكولومبية الفنزويلية وذكر بعبارة 5000 جندي إلى كولومبيا على دفتر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي. وتحدث سانتوس منتشيا واعدا سكان كوكوتا بازدهار أوضاعهم الاقتصادية بعدما سماه استعادة الديمقراطية في فنزويلا، لأن عملية إعادة الإعمار ستمر عبرها حسب قوله. محاولة الانقلاب على الشرعية اعتبرها الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة سامويل مونكاد استعدادا من واشنطن لاستعمار بلاده. وها هو رئيس البرلمان الفنزويلي المنقلب خوان غويدو يوجه رسالة إلى رئيسي المكسيك والأورغواي اللتين تعترفان بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، يعلن فيها أن المفاوضات تعنيه في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء ما سماه اغتصاب السلطة وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة، بعدما كانت المكسيك والأورغواي قد دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 شباط فبراير في مونتي فيديو. دعا مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى زعيم المعارضة خوان غويدو وعدم الاعتراف بالرئيس نيكولاس مادورو. وأضاف في تغريدة على تويتر أن على جميع عناصر الجيش الاقتداء بالجنرال في القوات الجوية والعمل على حماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديمقراطية بحسب تعبيره. وينضم إلينا مدير مكتب الميدين في واشنطن منذر سليمان. مجددا أهلا بك أستاذ منذر. يعني هناك حشد عسكري، هناك ضغوطات اقتصادية ومطالبة من قبل واشنطن باستقالة مادورو. إلى أي مدى سيصل ترامب في تهديده هذا، التهديد العسكري من جهة، في حال لم يمتثل مادورو لقرار ولطلب استقالته؟ هل نحن أمام سيناريو سوريا أم فيتنام ثانٍ؟ يعني حتى الآن هناك ثلاثي يتحرك بقوة لإضعاف مادورو ولإحداث انقسام في الداخل الفنزويلي وخاصة على مستوى القوات المسلحة. نائب الرئيس بينس ومستشار الأمن القومي بولتون والسيناتور ماركو روبيو يتم التنسيق والعمل بكل الوسائل. وآخر قضية يتم طرحها الآن أن المبلغ الذي رصد حوالي 20 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية لفنزويلا، وهي يجب أن تتم عبر الرئيس المنصب والمؤيد من قبل يعني غويدو من قبل الولايات المتحدة، يتم الحديث على أن مادورو يحول دون وصول هذه المساعدات. إذن المحاولة تتم الآن بأن هذه المساعدات يمكن أن يتم إدخالها عبر كولومبيا، وبالتالي تتطلب بالتأكيد وجود تواجد لوجستي للقوات الأمريكية للتعاون مع غويدو وأنصاره من أجل إيصال هذه المساعدات. هي محاولة لإظهار أن الولايات المتحدة تتعاطف مع الشعب الفنزويلي وأنها تقدم المساعدات، وأن الذي يحول دون ذلك هو نظام مادورو. أيضا هناك مساعي كما جرى جذب جنرال من سلاح الجو، بالتأكيد هناك عمليات تجري طبعا بشكل سري لمحاولة استدراج وإغراء العديد من القادة، على الأقل يعني يتم تسريب معلومات أنه يتم الاتصال على الأقل بحوالي 10 من كبار المسؤولين العسكريين وإغراءهم بضرورة التخلي عن تأييد مادورو والالتحاق أو إعلان التأييد لغويدو. هذا يعني محاولة إظهار أن هناك انقسام واسع في فنزويلا وأن تأييد غويدو يزداد ويتطور، وبالتالي عبر هذه الثغرة يمكن للولايات المتحدة أن
تعزز من تدخلها وبطريقة غير مباشرة. يعني لا يعني أنها ستقوم بغزو فنزويلا، ولكن تحت اعتبار تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستي يتم محاولة تعزيز التواجد العسكري الأمريكي، وفي نفس الوقت التنسيق مع القوات الكولومبية وحتى قوات أخرى. يعني يمكن أن تكون القوات الخاصة الأمريكية بالإضافة إلى قوات من البرازيل، من الكيان الإسرائيلي، من كولومبيا بالتأكيد، لمحاولة إيجاد وضع مضطرب في فنزويلا يواصل، يعني يوصل الأمور إلى حدود الحرب. طب أستاذ منذر، يعني مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون يطالب العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى غويدو، هل سنشهد هناك المزيد من الدعوات بخصوص الانشقاق؟ بالتأكيد، يعني أحد المسؤولين العسكريين السابقين في الولايات المتحدة ممن كان يعملون في القيادة المركزية أسر لنا بطريقة بحوار خاص ليس للنشر، ولكنه قال أن في أمريكا اللاتينية للولايات المتحدة باع طويل في العمل بالوسائل السرية لإحداث انقلابات، وما تعيين إليوت أبرامز الذي مارس كل أنواع التضليل للكونغرس عندما كان يدعم عصابات الكونترا إلا دليل أنه هو تسلم ملف فنزويلا في هذه الإدارة. وبالتأكيد يتم، يعني ذكر لي بطريقة صدفة، يعني قال لي، قلت له كيف يمكن أن يؤثروا، قال يعني يمكن أن يعرفوا حسابات بعض القادة العسكريين ويحولون أموال لهم إلى حساباتهم لإغرائهم، ويعيدونهم بأنهم سيقدمون لهم مزيد من الأموال. يعني هذه أحد الوسائل التي يمكن أن تستخدم، وبنفس الوقت أيضا يعني وسائل أخرى بتعزيز أن موضوع الاستمرار في دعم مادورو ليس له من أفق، وبالتالي إغراءهم أكثر للانضمام إلى حركة غويدو. نعم، مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن أنتقل إلى كاراكاس حيث تنضم إلينا مديرة موقع الميادين إسبانيول وفيقة مهدي. سيدة وفيقة، يعني التظاهرات مستمرة في الشارع الفنزويلي، الشارع الفنزويلي في غليان، ماذا عن الشعارات التي رفعت في التظاهرات، المطالب التي رفعت، إلى أي مدى سيسمع صداها كان لدى الدول الداعمة وغير الداعمة للشرعية في فنزويلا؟ والله كما قال الرئيس مادورو أن فنزويلا التي يعني تعرضها الشاشات الكبرى والشركات الإعلامية الكبرى تختلف كليا عن فنزويلا على الأرض، يعني ما فنزويلا الحقيقية والتي اليوم يعني شفناها بأم العين، ويعني تفاعلنا مع الناس في التظاهرتين ولاحظنا، يعني لمسنا لمس اليد، الفرق الشاسع أيضا ليس فقط على مستوى الشعارات واللافتات، بل أيضا على مستوى يعني أداء الناس المشاركة في هذه التظاهرات. يعني التظاهرة التشافيزية مثلا هناك حالة من الارتياح النفسي، من الثقة بالنفس، الناس كانت فعلا ترقص، تغني، فرحة، فخورة بوطنها المقاوم، بوطنه، يعني هذا الوطن الذي يواجه كل هذه الهجمة، ينادون بالسلام، بالحوار، بالحفاظ على البلد إلى آخره. ولكن في التظاهرة الأخرى، وفعلا أقولها وفي القلب يعني ألم، لأنه هم جزء من هذا الشعب النبيل الذي هو الشعب الفنزويلي، ولكن هناك لمسنا كم من الحقد، من الكره، من العنف بالكلام، وأيضا يعني الناس واضح الفرق بين الطبقات الاجتماعية، بين الذين يشاركون في التظاهرة التشافيزية والتظاهرة الأخرى. أيضا هناك يعني أيضا شيء ملفت وربما مخزي إلى حد ما، يعني في تظاهرة المعارضة فيها أعلام أمريكية وأعلام إسرائيلية، يعني أكثر من أعلام الفنزويلية. أيضا حتى يعني ألبسوا تمثال الحرية علم فنزويلا،
الشعارات التي رفعوها شعارات، بعض الشعارات مقززة، يعني بينما بالتظاهرة التلفزية يقولون لترامب نحن عيننا لك رئيس للولايات المتحدة ونائب رئيس، خذ جوايدو ودعه ونصبه رئيس في أرضك، لست يعني أنت لا أحد لتنصب لنا رئيس إلى آخره. المهم هناك فرق كبير بين الرئيس مادورو الذي هو نتاج لعملية سياسية لثورة قامت ولـ 25 عملية انتخابية في هذه البلاد، وهناك رئيس آخر يعني رئيس الصدفة لا ندري بقدرة خادر بسحر، بعملية سحر ظهر وتلقفته وسائل الإعلام وأخذت تحوله إلى رئيس يتكلم ويعد ويتلقى كلام الرئيس مادورو. أعتقد أنه واضح كثيرا في هذا المجال. نعم سيدة وفيقة، نعم سيدة وفيقة، يعني موراليس لم يكتفي فقط بالدعم إنما زار كاراكاس وأعلن دعمه من هناك. أهمية هذه الزيارة للفنزويليين خاصة وأن موقف موراليس جاء بعد رصد تحركات عسكرية أمريكية على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، هذا أما في المقلب الآخر هناك جنرال في سلاح الجو الفنزويلي أعلن أنه لم يعد يعترف بسلطة مادورو وأنه يؤيد إخوان غويدو. إلى أين تتجه الأمور على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري، وخاصة وأن مادورو يعني مستعد للحوار حتى هذه اللحظة ورغم كل الضغوطات التي تفرضها أمريكا على فنزويلا؟ الرئيس إيفو موراليس هو صديق كل القضايا المحقة في العالم. الرئيس إيفو موراليس أيضا ابن شعبه وابن فقراء شعبه، لذلك هو يقف إلى جانب الرئيس مادورو ويقول له شقيقي، أنت شقيقي والشعب الفنزويلي شقيقي، وهذه الأرض نريد لها السلام والحوار. أيضا حتى قداسة البار وقف إلى جانب الحوار. الأمم المتحدة التي يعني تظلم بعض الأحيان وقفت إلى جانب الحوار وقالت يعني الرئيس الشرعي هو مادورو ولا تأتوني في هذه الألاعيب، يعني لن أستطيع أن أسير خلفكم في هذا المجال. الكاريبي، دول الكاريبي تتحرك، الأوروغواي والمكسيك أيضا تقدموا بمبادرة. الرئيس مادورو قال أنه يعني السلطة الشعبية أو يعني البرلمان الذي غوايدو ينتمي إليه وهو نائب، قال أن لديه كل المسوغات للدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، ولعل هذه الجملة هي أهم ما قيل في خطاب الرئيس مادورو اليوم في التظاهرة. قال أنتم كجمعية وطنية يعني أصبحتم بلا شرعية، لأن هناك جمعية وطنية تأسيسية نتاج لانتخابات حصلت على طول وعرض البلاد، لم يبقى إلا انتخابات النيابية التي تحصل بعد 4 سنوات من الآن لو كانت قبل الجمعية الوطنية التأسيسية. ولكن اليوم دعا الرئيس مادورو هذه الجمعية الوطنية أنه لا مشكل، ادعوا إلى انتخابات نيابية من جديد، وضفوا الشرعية على هذه الجمعية الوطنية واتخذوا كل القرارات اللازمة. يعني لماذا أنتم تصرون على خرق الدستور، على يعني مناجاة الأجنبي، على طلب المساعدات، أي مساعدات إنسانية هذه التي سيعطونها لمن؟ يعني هذه الأسطوانة التي تتكرر في كل مرة اليوم نعيشها في فنزويلا. نعم. الشعب الفنزويلي يعني بغالبيته أعود وأكرر إلى جانب الرئيس مادورو، هو حريص ويريد أن يحمي أرضه ويريد أن يحمي إنجازات التي حققها، وأن يرفعوا أيديهم عن فنزويلا لتستطيع فنزويلا أن تحقق برامجها الاقتصادية لتتقدم. الرئيس مادورو اليوم قال في هذه الكلمة اليوم أن عام 2019 سيكون عام الإنقاذ الاقتصادي، يعني البلد يريد أن يسير إلى الأمام، لا يريدون له ذلك. بعدين لما الجميع يطالب بالحوار والولايات المتحدة الأمريكية تقول قطعا لا للحوار، هكذا بكل غطرسة في الدنيا لا للحوار في بلد آخر، يعني عائلة تريد أن تتحاور مثلا ويأتي أحد يعني اليوم يقول
اليوم هدف واشنطن في فنزويلا، كيف تفسرين؟ ماذا تقولين عن هدف واشنطن بفنزويلا؟ هل هو هدف عسكري أم هل هو هدف اقتصادي أم السيطرة على فنزويلا اليوم؟ كل هذه الأهداف مطروحة عند الولايات المتحدة التي تفضلت بها. أولا يعني وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تخسر في كل دول العالم، أن يعني التصاعات التي تلقتها في كل المناطق وخاصة في يعني منطقة الشرق الأوسط تجعلها يعني ترى وتلمس عمليا أن هذا العالم الذي طمحت إليه وحيد القطب يعني وأن لا يكون كلمة لغيرها في هذه الساحة الدولية أصبح للغير كلام يقول ومواقف يتخذها، فقررت هيك بين ليلة وضحاها أن يعني تدير كل بنادقها وتهديداتها وغطرستها إلى منطقة أمريكا اللاتينية، وهي تعرف تماما سياسيا ماذا تعني فنزويلا بالنسبة لمجموعة الكاريبي كلها التي انتعشت بفعل بيترو كاريبي، وبيترو كاريبي هي ثمرت يعني غيرية فنزويلا وتضحيات الشعب الفنزويلي وتعاضد وتضامن الشعب الفنزويلي مع شعوب المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لشعوب المنطقة أن تتكاتف، لا تريد لهذه الشعوب أن تتضامن وأن تتعاضد وأن تتبادل فيما بينها، يعني فرق تسد، هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية منها. هذا من ناحية سياسية. أما من الناحية الاقتصادية فيعني أنا بقول لك إنه مثلا فنزويلا التي هي الجميع يعرف أن فنزويلا هي رابع أكبر احتياطي من الذهب في العالم، وتحولت اليوم لتصبح واحدة من أكبر الاحتياطات في العالم بالذهب إضافة إلى البترول، وهناك يعني عدد من المعادن الثمينة الموجودة في فنزويلا. تريد وضع اليد عليها، تريد أن تستثمر شركاتها هنا، وقد قالوها علنا، يعني لم يخفوا ذلك، هم لم يلبسوا قناعا الأقنعة كما وقد قال اليوم الرئيس مادورو، قال نحن ضحايا لكوكلوكس كلان وهي الحركة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. قال هم يحكمون في البيت الأبيض، لقد يعني سقطت الأقنعة وأصبحنا نعرف فعلا لماذا هذه الغطرسة، وتوجه للرئيس ترامب وقال أن هذا الثلاثي من الصخور لديك قد خدعوك وقد قالوا لك أن فنزويلا ستستسلم، فنزويلا لن تستسلم. نعم يعني أشكرك. الوضع هنا جيد داخليا. سيدة وفيقة مهدي مديرة موقع الميادين إسبانيول، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كاراكاس. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تجربة ناجحة لصاروخ إيراني جديد. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن فقرة المقاومة سترد في البيان الوزاري كما وردت في البيان السابق. وكان الحريري قد التقط صباح أمس صورة تذكارية رسمية لحكومته مع كل من الرئيسين ميشيل عون ونبيه بري، كما عقدت الحكومة أولى جلساتها في قصر بعبدة حيث جرى تأليف لجنة لصياغة البيان الوزاري، وتعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين في السرايا الحكومية. في الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن إجمالي خروق العدوان في الحديدة الشهر الماضي بلغ أكثر من 3800. وقال إن ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروق، إنما تصعيد عسكري كبير وغارات جوية مكثفة للعدوان. العميد يحيى سريع تحدث عن تعزيزات كبيرة للعدوان في المخا الساحلية وهي تتوجه إلى الحديدة، ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له اليمن. نعتقد أن تنفيذ اتفاق السويد لا يحتاج إلى مزيد من المراقبين بقدر الحاجة إلى إرغام العدو على الخضوع الكامل لصوت السلام. تحدث قائد الثورة وتحدثت القيادة السياسية للبلد مع المبعوث الأممي أن الخروجات إذا استمرت لن نقف مكتوف الأيدي وسيكون لنا رد في الميدان، وسيكون في حين عندما تقرره القيادة.
أما بالنسبة فيما يخص عواصم العدوان، المعركة العسكرية إذا استمرت هذا التصعيد فبلا شك أنها ستكون من ضمن الأهداف القادمة إن شاء الله. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمخفيين عبد القادر المرتضى إن مكتب المبعوث الأممي أبلغها موافقة الأردن على استضافة الجولة الجديدة لاستكمال التفاوض حول ملف الأسرى، والذي ستعقد من 5 وحتى 7 من شباط فبراير. وفي تصريح صحفي كشف المرتضى عن وصول لجنة الجثث إلى مسقط يوم أمس لعقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر للاتفاق على تبادل الجثامين، وتحدث عن وجود ضباط سعوديين برتب عالية ضمن الأسرى. في غضون ذلك، منعت القوات الموالية للإمارات في مدينة المكلا انعقاد اللقاء الموسع لقيادة الحراك الثوري الجنوبي في محافظة حضرموت اليمنية. الفرق العسكرية والجنود الذين تم إرسالهم أغلقوا قاعة الملكة أو الملكة في المكلا وجميع الشوارع المحيطة بها لمنع دخول أعضاء قيادة الحراك الثوري إليها. وقال رئيس المكتب السياسي للحراك فادي باعوم إن الحراك وفي تحد لها لهذا المنع عقد اجتماعه في منزل الزعيم حسن باعوم بالمكلا. وهذه مهمتكم ان شاء الله. قال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عبد الله سالم ان مطالب الحركة الاحتجاجية في السودان محترمة ومشروعة، موضحا ان حكومته لا تنظر الى الاحتجاجات من زاوية الغالب والرابح. واضاف في تصريح صحفي من الخرطوم ان السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، مؤكدا ان حكومته مستعدة لتوفير اعلى درجات الشفافية والانفتاح لمراقبتها. أعلنت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع المستوردة إلى العراق عبر ميناء العقبة من 75% من الرسوم الجمركية. هذا الاتفاق هو جزء من الاتفاقات التي أبرمها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز والعراقي عادل عبد المهدي خلال اجتماعهما في المنطقة الحدودية المشتركة. وشملت الاتفاقات توحيد رمز الطيران بين الخطوط الملكية الأردنية والخطوط العراقية وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي، كما اتفق على آلية لتبادل ونقل السلع النفطية بين البلدين بكلف أقل وفترات زمنية أقصر، ما يوفر آلاف فرص العمل بين البلدين. إلى الجزائر، حيث أجمعت أحزاب التحالف الرئاسي على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وأشار قادة التحالف في بيان إلى أن قرار ترشيح بوتفليقة جاء استكمالا لبرنامجه وإنجازاته التي حققها طوال فترة حكمه، كما أن هذا الخيار جاء حرصا منها على الوقوف ضد من يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها بحسب البيان. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد لدى استقباله السفير الفنزويلي الجديد في طهران أن الشعب الفنزويلي سيحبط المؤامرة الأمريكية الجديدة من خلال وحدته وصموده إلى جانب حكومته، مجددا دعم طهران لحكومة مادورو الشرعية. وأضاف روحاني أن الأمريكيين يقفون بوجه كل الثورات الشعبية والبلدان المستقلة ويعارضونها ويسعون للهيمنة على العالم من خلال قمع الثورات، واصفا سلوك الأمريكيين في فنزويلا القبيح للغاية. منذ 40 عاما اعتمدت إيران في سياستها الخارجية على مبادئ أبرزها الحفاظ على السيادة ورفض التبعية التي عانت منها البلاد في زمن الشاه محمد رضا بهلوي. ملحم ريا يسلط الضوء على ركائز السياسة الخارجية الإيرانية في هذا التقرير. لم يغب هذا الشعار على مدى 40 عاما. الموت لأمريكا وإسرائيل لم يعد مجرد شعار أطلق مع بداية الثورة وإسقاط نظام الشاه المدعوم أمريكيا، بل أصبح سياسة. هي سياسة لا تخفيها إيران في كل تحركاتها الإقليمية والدولية. فإسرائيل كيان محتل غاصب وأمريكا دولة معتدية. وهذه الرؤية دفعت إيران إلى اعتماد سياسة خارجية مناهضة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. دفعت بسببها أثمانا باهظة، لكنها تمسكت بمبادئها كما يرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
ربما من أهم ركائز السياسة الخارجية الإيرانية الحفاظ على السيادة والاستقلال وتأكيد العلاقات الجيدة مع دول العالم والجوار والدول الإسلامية، إضافة إلى الدفاع عن المظلومين والقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس. تعرض إيران رؤيتها الخاصة للمنطقة في 8 نقاط تختصر توجهها السياسي على مدى 40 عاما، عبر تأكيد الحفاظ على وحدة الدول واستقلالها ورفض التدخل الخارجي ودعم التعاون بين دول المنطقة والسعي إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والابتعاد عن سباق التسلح ودعم التوازن الاستراتيجي ورفض هيمنة قوى إقليمية أو دولية على دول أخرى، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. بعد الثورة وخروج إيران من الفلك الأمريكي كان من الطبيعي التوجه أكثر نحو تعزيز العلاقات مع دول المنطقة برغم التحريض الأمريكي المستمر، ونسعى لتوطيد العلاقات حتى مع السعودية. حرص طهران في خطابها السياسي أكثر من مرة على الدعوة إلى تعاون إقليمي أمني وسياسي واقتصادي يضمن استقرار المنطقة ويصونها من التدخلات الخارجية. لم تحد جغرافيا المنطقة السياسة الخارجية الإيرانية التي سعت على مر 4 عقود إلى البحث عن مشتركات بينها وبين دول العالم، لا سيما في أمريكا اللاتينية، والانطلاق منها نحو تعاون أوسع. ملح مريا، طهران، الميادين. أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر قريبا قرارها حول اعتراض الولايات المتحدة على شكوى إيران ضدها بشأن مصادرتها ملياري دولار من أموال طهران ومؤسسات حكومية إيرانية. ومن المتوقع أن يعلن رئيس محكمة لاهاي عبد القوي أحمد يوسف قرار المحكمة في اجتماع سيعقد في 13 من الشهر الحالي. هذا وكانت واشنطن قد أعلنت عقب صدور هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة مع طهران ردا على ما اعتبرته استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن الخطوة الأوروبية بإنشاء القناة المالية مع إيران هي مثيرة للتفاؤل، وأتوقع أن يتخذ الأوروبيون الخطوات النهائية في هذا الشأن. صالحي وعلى هامش مشاركته في معرض منجزات الثورة الإسلامية في طهران أكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة دائما لاتخاذ القرارات اللازمة في حال لم تعمل الأطراف الأخرى ضمن إطار تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي. مرت الصناعات المدنية في إيران بمراحل متعددة منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى أن وصلت إلى التطور الحالي الذي نشاهده اليوم، حيث باتت هذه المنتجات الإيرانية تنافس نظيراتها الأجنبية بالجودة والأسعار، وقد تم تصنيعها بخبرات وطنية. مالك عبدة. يد على الزناد ويد تصنع الغد، هكذا هو الحال في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية منذ 40 عاما. في سباق مع الزمن قطعت إيران بصناعاتها أشواطا متقدمة. يقول الإيرانيون إنهم وصلوا إلى الاكتفاء الذاتي في مجالات واسعة من الصناعات بالاعتماد على القدرات المحلية والخبرات الوطنية. وصلنا إلى نحو 70% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج السيارات المنتجة محليا. لقد حققنا تطورا كبيرا في مجال الصناعات الداخلية، ولا سيما في صناعة محركات السيارات. بعيدا عن النفط، هكذا هي رؤية إيران المستقبلية، رؤية تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دورا محوريا ولا مجال للتبعية الأجنبية في البلاد. العقوبات على إيران فشلت في إيقاف دوران عجلة تطور الصناعات المدنية، فالإيرانيون بارعون في تحويل التهديد إلى فرص، وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تقوية البنية التحتية في البلاد وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار. الإحصائيات تشير إلى نمو معدل صادراتنا خلال الأشهر الماضية. فترة العقوبات هي فرصة ذهبية للمنتجين الداخليين لإعادة الهيكلة الداخلية. إن سوق إيران يحتل المرتبة 19 بين أسواق العالم الكبيرة. دعم السلع الإيرانية هو شعار هذا العام الذي أطلقه المرشد الإيراني، شعار يرى فيه الإيرانيون طريقا لدعم الصناعيين في البلاد وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية.
تتمتع إيران بقطاع صناعي مزدهر وقادر على تحقيق مزيد من النمو في ظل رؤية ثورية مستمرة منذ 40 عاما تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وقطع الاعتماد على النفط. مالك عابد، طهران، الميادين. تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 40 للثورة، كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ جديد تحت اسمه ويزا، وهو من جيل صواريخ كروز سومار ويبلغ مداه أكثر من 1300 كيلومتر. حاتمي وفي مؤتمر صحفي قال إن هذا الصاروخ يتميز بالقدرة على إطلاقه في فترة قياسية وجيزة وبتحليقه على ارتفاع منخفض وبالرأس الكبيرة التي يحملها، وأكد أن بلاده بذلت جهدا كبيرا للحفاظ على قدراتها الدفاعية. من المشي إلى الرقض إلى حركات اليدين والرجلين إلى التنس والرقص على أنغام موسيقى إيرانية وعربية، يمارس الإيرانيون الرياضة الصباحية يوميا نساء ورجالا متجردين من كل قيود عرقية. بسان طرف. إنها 6:30 فجرا، شمس طهران لم تشرق بعد. ما ترونه خلفي طقوس يومية لهؤلاء الشيبة والشباب. نحن الآن في حديقة نيا فاران شمال طهران، وهي واحدة من مئات الحدائق التي يقصدها الإيرانيون يوميا، ليس لتنشيط أجسادهم فقط بل لتغذية أرواحهم وشحنها بطاقات إيجابية. إذا أردت أن تعرف عن قرب الجوانب الأخرى في أي بلد تزوره، عليك فقط أن تنتقل في شوارعه وحدائقه فجراً قبل شروق الشمس. هذه النصيحة تصح تماماً في إيران. آتي إلى هنا لأن الرياضة تضاعف من نشاطي وسعادتي وتساعدني على بدء العمل بشكل ممتاز. المكان حديقة نيا فاران شمال طهران. من 5 فجرا يبدأ الناس رجالا ونساء بالتجمع هنا، يمارسون لساعتين أو أكثر تمارين رياضية تناسب مختلف الأعمار. عادات وتقاليد لا يوقفها برد الشتاء ولا حر الصيف ولا حرج ممارستها أمام المارة، فهي ثقافة وحياة. عيد الأجر عاشقي در فكر دلدار باش بعد دل الروز والشعب منتظر يار باش. إيران مظهر الحب، إيران بلد المحبة، إيران بلد الفرح والمقاومة. رغم أن هناك بعض المشاكل لكننا نعيش معا وستحل بإذن الله. هو بعض من كثير من الحب يختزنه شعبها العامر بالصبر والصمود والعنفوان. كان للميادين باقة جميلة من محبته، شعب يحب المقاومة والحياة، لم تزحزحه الضغوط والمؤامرات عن عقيدته وتمسكه بمبادئ ثورته الباقية كما هي. بسان طراف، طهران، الميادين. مباراة كرة القدم بين الإمارات وقطر خلال كأس آسيا أظهرت حجم تغلغل الخلاف السياسي بين الشعوب وعدم حصر هذا الخلاف بين الحكومات. أحمد عبد الله. مباريات كثيرة جرت في تاريخ كرة القدم حضرت فيها السياسة في الملعب أكثر من قواعد اللعبة نفسها. بطولة كأس آسيا الأخيرة ومواجهة الإمارات وقطر تحديدا مثال حي على ذلك، وشاهد على كيفية تصدير الخلاف السياسي من الحكومات إلى الشعوب. ليس مألوفا بين بلدين عربيين مهما بلغت درجة الخصومة السياسية بينهما أن يلجأ جمهور أحدهما إلى رمي الأحذية والزجاجات على لاعبي المنتخب المنافس. لم يكتف المشجعون الإماراتيون بذلك، بل أطلقوا صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني القطري
في بداية المباراة. اختلطت المفاهيم وبات الشقيق المفترض عدواً وتحول العدو إلى شقيق، فالإمارات التي منعت المشجعين القطريين من الحضور لمؤازرة منتخبهم شرعت أبوابها لاستقبال وفد رياضي إسرائيلي للمشاركة في مباريات الجائزة الكبرى للجودو ترأسته وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ماري راجيف، التي بكت أثناء عزف النشيد الإسرائيلي على الأراضي الإماراتية للمرة الأولى. لم ينجح الوقت في مداواة الندوب التي أحدثها حصار الإمارات والسعودية والبحرين على قطر، بل ساهم في تعميقها. لم تترك دول الحصار منصة إعلامية ولا عملا دراميا أو فنيا إلا واستخدمته للتشهير بقطر والهجوم عليها، وجرى قطع الأرحام وتشريد الأسر وتفكيكها في قصص مأساوية. وعبر القنوات الرسمية الحكومية والرموز السياسية والإعلامية والثقافية لدول الحصار تم تسييس الدين والرياضة والفن والثقافة بأسلوب بعيد عن أخلاقيات القيم المشتركة. اللافت أن ما تعرضت له قطر من ظلم الأشقاء فعلته هي نفسها مع سوريا عندما أرادت تدفيع الشعب السوري ثمن خلافها السياسي مع الرئيس بشار الأسد. الأشقاء يختلفون، هذا بديهي. مسؤولية الحكومات تكمن في حصر الخلافات فيما بينها وعدم تصديرها إلى الشعوب. والآن إلى العناوين. مادورو يؤكد أمام 100,000 من أنصار استعداد بلاده أو استعداده لانتخابات تشريعية مبكرة، وبولتون يدعو العسكريين في فنزويلا للانضمام إلى غويدو. بوتين يرفق تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الصواريخ بالدعوة إلى تطوير القدرات الصاروخية الروسية. فيما يخص عواصم العدوان، المعركة العسكرية إذا استمر هذا التصعيد فبلا شك أنها ستكون من ضمن الأهداف القادمة إن شاء الله. صنعاء تتهم التحالف السعودي بتصعيد اعتداءاته على الحديدة تحت أنظار المراقبين الدوليين. منافسات كأس آسيا تبرز حجم الخلاف الخليجي وتفاقم التنافر الشعبي، فيما الأبواب مشرعة أمام إسرائيل. وفي إيران حب للحياة والموسيقى. المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الإنترنت الميدين.نت وباللغة الإسبانية اسبانول.الميدين.نت. ختام النشرة في أمان الله.